يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. ضيفنا العزيز اللي منور لنا الدنيا في الاستوديو عنده ثلاث تواريخ الحقيقه، تاريخ مضغوط قصير اي نعم بس مكثف جدا مع الفن ومع رموزه، وتاريخ مع الهندسه، وتاريخ مع النادي الاهلي. الحقيقه في كلام كتير جدا ممكن يتقال عليه، بس يعني اجيب لكم من الاخر وبعد كده ندخل في التفاصيل. حضراتكم اكيد حافظين صم، مش مجرد عارفين مسرحيه انها حقا عائله محترمه، اللي طبعا كانت من بطوله النجم العملاق فؤاد المهندس ومدام شويكار وامينه رزق ومجموعه اخرى من النجوم والنجمات. فاكرين شخصيه جدله اصغر ابناء الفنان فؤاد المهندس اللي كان بيبتسم بلمضه غير طبيعيه؟ هو ضيفنا العزيز اللي منور الدنيا النهارده الحقيقه. وكنت بقول لحضراتكم ان هو يعني فضل بعد مرحله معينه ان هو يسيب الفن واتجه للهندسه، وبعد منها اتجه من الهندسه الى داخل اروقه النادي الاهلي، في تفاصيل هنعرفها من خلال وجوده معانا النهارده. حضرتك مشرفنا ومنورنا، اهلا بيك. اهلا بحضرتك جدا يا استاذ كريم، اهلا بيكوا. انا سعيد جدا طبعا ان انا اكون ضيف عليكم، يا رب اكون ضيف خفيف. صباح الخير على حضرتك، مش عارفه اقول جدله ولا اقول باشمهندس، بس لا احنا اللي سعداء جدا، والمسرحيه لحد دلوقتي الناس بتتفرج عليها، والناس لحد دلوقتي بتحبك جدا في الشخصيه دي. بس قبل ما نبدا حديثنا ممكن نروح نشوف التقرير ده ونرجع نكمل مع حضرتك. إذا كنت من عشاق نوستالجيا فترة الثمانينيات والتسعينات القرن الماضي، ومن المغرمين بمتابعة الأعمال المسرحية، ومن العاشقين لمسرحيات شاهد ما شافش حاجة وإنها حقا عائلة محترمة، بالطبع سيكون حاضرا في ذهنك أدق التفاصيل والمشاهد التي سيطرت على فترة طفولتنا وما زالت مستمرة معنا حتى وقتنا الحالي. ضيفنا لن نتذكره إذا ذكرنا اسمه فقط، هو أحمد عبد الله، ولكن بمجرد أن تذكر أنه الطفل الذي شارك الفنان القدير فؤاد المهندس في مسرحية إنها حقا عائلة محترمة، ستعود إليك كل ذكريات المسرحية الخالدة في أرشيف المسرح المصري. أصلك يا بابا بصراحة دايما صوتك عالي وتزعق على الفجر مليان. أحمد عبد الله هو الفنان الذي قدم العديد من الأدوار المسرحية والسينمائية، لعل أبرزها دوره في مسرحية شاهد ما شافش حاجة الذي قام فيها بدور نجل الفنان عمر الحريري. كذلك كان حاضرا مع الزعيم عادل إمام في مشهد بفيلم على باب الوزير. ضيفنا اليوم الذي ابتعد عن الساحة الفنية وعمل بمجال الهندسة يكشف لنا كواليس رحلته الفنية القصيرة وحبه وعشقه للنادي الأهلي. انت في سنة ايه يا مهدي؟ في السنة اللي انا فيها. يا ابني ما تتعبش قلب، انا مش ناقصك. في سنة خمسة ابتدائي؟ لا هندسة، كلية الهندسة.